انا راكب ده جوه. انا عايز اشوفه جاي من فين. انا اشتري الكاميرا. الكاميرا شغاله حضرتك. بص يا استاذ كده وصلنا يا جماعه. ممكن من اللوب. بص يا استاذ بص يا انت بتتفرج على ايه؟ زي ما انت زي ما انت حبوك زي ما انت حبوك زي ما انت حبوك. اسمع ده ما تحكيش الوزاره زرقاء. ما جبناش اي حاجه. ما تحكيش انت ما تحكيش المشطاره اهوت وعليه زهره زرقاء روح ما جبناش حاجه. خش الدنيا السوداء ده هم عند الناس. خش انت على الزهره والكلام ده. الزهره هي بتاعت الاسلام غسيل على ايدك. ثانيه واحده بس ازاي بقى؟ هقول لحضرتك على الهوا. هو انا جيت بصلي ساعه ما كنا بنعمل ساعه ما كان بيعمل ايوه اوكي. اتفصلي بقى شفت هو كان بيعمل ايه. بص يا فندم كل ما حدث ان الاخ ياسر عبد العظيم اللي هو جاب ميه وحط زهره بتاعه الغسيل وقرا عليها ده كله كذب لان انا بتهم الاستاذ ياسر بالسحر والدجل والشعوذه. ايه دليلي على هذا الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام لحظه معانا عشان برضو ما ينفعش تقول كلام. معانا المعالج الروحي ياسر عبد العظيم. الو الو استاذ ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم استاذ هشام. عليكم السلام استاذ ياسر. ممكن استاذ ياسر توطي التلفزيون شويه؟ وطي التلفزيون شويه. اتفضل. سامعني؟ اول حاجه طبعا اهل القريه بيشكروك جدا وفرحانين جدا وقالوا ان الجني مشي وما بقاش في موضوع الحريق. بس عايزين منك تفسير للي كان حاصل في القريه نفسها. استاذ ياسر تمام يا استاذه انا مش عندي مشكله. ايوه مع حضرتك يا استاذ. مش سامعك كويس. ممكن توطي التلفزيون شويه لو سمحت. بشكر حضرتك جدا وبشكر مشاهدينك وانا عايز المشاهدين هم اللي يردهم على المشاهدين واهل القريه اللي يردهم على الدكتور مع احترامي له. اهم حاجه عند المشاهدين واهل القريه اللي يردهم على الدكتور. الدكتور بيتهمني بان انا دجال وده طبعا اساءه ليا قدام حضرتك. حضرتك اللي طلبتيني عشان اجي القريه ديت وطلعت من بيتي قعدت 5 ساعات ونص علشان اشوف البيت بتتسرق. لبيت طلب حضرتك وجيت. في النهايه لما دخلت القريه انا طلبت من حضرتك مركز الشرطه. استاذ ياسر انا مش سامع معلش سوري مش سامع صوتك كويس. ممكن توطي التلفزيون؟ انا موطي التلفزيون خالص. مش سامع كويس. طيب انا كويس مع حضرتك كده سامعاني؟ ايوه. طيب انا اول ما جيت دخلت القريه انا ما كنتش في حاجه وبقى طبعا انا ما كنتش عارف القريه. انا جيت لداء عند حضرتك لما كلمتوني انا جيت لبيت رابط حضرتك. ما دخلت القريه انا لا اعرف حد فيها ولا اعرف القريه فين بدليل قعدت نفسي 3 ساعات ونص وحضرتك منتظراني لما وصلت المكان.